السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم عند ماما خديجة. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم واحد الطبق خفيف ظريف، سواء الغداء ولا العشاء. طبق صحي 100%، ستيك ديال اللحم بشامبينيون ولا صوص بلانش، وصوبت البطاطا بواحد الطريقه زوينه بزاف، ما كنقليهاش في الزيت، طريقه صحيه 100%. خليكم معنا باش نصوبوها مجموعين، ومرحبا بكم. الغديوه ديال اليوم سهله مهله خفيفه سريعه، الناس اللي ما عندهمش الوقت وخدامين. عندي هنايا شرائح ديال اللحم ديال البقري، غنحتاج شويه ديال البصله والثومه، البطاطا، شامبينيون. ناخذ اول حاجه، ناخذ البطاطا غندير ليها نص سلقه في الماء سخون، قطعتها غليظه كما كتشوفوا معايا، كتجي فنانه، كتعجبني هكا بحال بوتيتوس اللي كناخذو في ماكدونالدز. نزيد عليها الملح، شرائح ديال اللحم، ندير شويه ديال الزيت، زيت العود، انا كنكتعجبني زيت العود، مربع ديال الزبده، الزبده حتى الاخر غنزيدها دابا، غندير غير شويه ومن بعد نزيد الزبده. خليها مقلاتها تسخن مزيان، نجهد ليها البوطا باش كيطلع كيجي الستيك محمر مزيان. بالنسبه للستيك ندير له الملح، وندير له الابزار والكمون. ونديرو مباشرة في المقلاة ديالي، هاهي الصورة. هادي غنخليها تنزيدها بوحدها، مخصاتناش المقلاة. كنجهد ليها البوطا ونخليها تتحمر خاطرة، ونزيد ليها طريف ديال الزبدة. اختاريت باش نقدم ستيك ديالي مع شامبينيون، قطعته بحال هكايا، وشويه ديال البصله والثومه غنقليهم مع شامبينيون، وغندير لا كريم بلونش، لا كريم فريش. هو ستيك ديالي طايب تي زوين، اي فوالا، نحطه مباشره في صحن التقديم. البصلة والثومة ديالي قطعت، البصلة قطعتها رقيقة، و الثومة درتها شرائح، نخليهم يتحلاو شوية في هاد لاصوص ديال اللحم. نزيد شوية ديال الزبدة، البطاطا حتى هي دخلها الطياب، طريق عليها، طفيت على البطاطا، نحيدها من الماء، نخليها تستقطر، وغنديروها ندير لها تشرميله خفيفه باش ندخلها للفران. البصله ها هي تقلات، ودابا غنزيد عليها الشامبينيون. ونغطيها باش ترجع عليها مريقه ديال لي راسوس. بالنسبه للبطاطا ها هي عندي تسلقات، غنضيف ليها شويه ديال المنسمات الاعشاب، ديجا انا درت فيها الملح في السلاق، حطيتها بالملح، ونضيف عليها شويه ديال البزار والكمون، المهم اختياري كما بغيتو ديري ليها. ندير شويه ديال زيت العود في البلاطه اللي غندخل الفرن، نضيف عليه لا كريم بلونش، ناخذ معلقه ديال الطحين تقريبا ما عامراش، نديرها في هذه، وغنزيد عليها شويه ديال الحليب، ماشي بزاف باش تختار لينا لاصوص، غنديرها انا غير هنا، نخلطها غير هنا مزيان.
فوالا نزيدها فوق الشامبينيون ديالي، نضيف شويه ديال الملسمات اعشاب ملسمه، وغنضيف شويه ديال البزار. وها هي لاصوص زيادي شامبينيون لاصوص، ريحتها فنه كتحمق بالاعشاب الملسمه. كنعطفات عليها البيضة، انا خليت لاصوص كتعجبني لاصوص، خليت لاصوص خفيفه. البطاطا ديالنا هي تحمرات، كتجي فنه هكا، نقدموها مع ستيك ديالنا بالشامبينيون، كتجي ناشفه هكا احسن ممكن، احسن زعما ما نديروها مع الزيت كتشرب لينا الزيت بزاف، احسن من المقليه. ومنسمه بالاعشاب، وهذا هو الطبق ديالنا. لمسه اخيره، ندير شويه ديال الفرماج، انا نعشق الفرماج، نديرو فوق البطاطا باقا سخونه. وصافي، بصحتكم وراحتكم. تجي ستيك فن زوين، شفتي؟ والبطاطا حتى هي ناشفه، فيها لا زيت فيها حتى شي حاجه، كتجي محمره في الفرن. بصحتكم وراحتكم مشاهدينا، شكرا بزاف على المشاهده، وشكرا على الدعم ديالكم وعلى الرسائل اللي كتخليو لنا، ونتلاقاو في فيديو جديد.